رفضت محكمة تركية تحكم غيابياً 26 سعودياً مشتبهاً في ضلوعهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. ضم تقرير استخباراتي أمريكي يفيد بأن ولي العهد السعودي أجاز العملية إلى ملف قضية التحقيق. التقرير الذي نشر أخيرا يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد، لذلك أريد أن يضاف إلى المسار القضائي هنا في إسطنبول. هذا كل ما أطلبه. لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير لن يفيد المحكمة بشيء. لو أن المحكمة أضافت التقرير إلى القضية فهو يمكن أن يغير طبيعة الأدلة فيها وأن يوفر معطيات جديدة في السعي إلى تحقيق العدالة، لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم موقفا سلبيا إلى حد ما على هذا الصعيد. وتدهورت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى حد كبير بعد جريمة القتل، لكن تركيا التي تسعى إلى تهدئة علاقاتها مع السعودية امتنعت عن التعليق على التقرير الأمريكي. نخشى أن المحكمة قد تتخذ موقفا أكثر سلبية في قضايا من هذا النوع بسبب العلاقات الاستراتيجية أو وضع العلاقات الدبلوماسية، لكننا نأمل بألا تكون هذه هي الحال. وقتل جمال خاشقجي الذي كان مقربا من دوائر السلطة في السعودية وأصبح لاحقا من أشد منتقديها في العام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول في جريمة قتل أثارت صدمة عالمية.